السلام عليكم أخواني الطلبة. اليوم إن شاء الله راح تكون المحاضرة عن كيفية استخدام a few وال few a little and little. وما يخفى عن الجميع سواء كانت a few أو a few تستخدم للcountable nouns يعني للمعدود، بينما little تستخدم للغير معدود يعني incountable nouns. هذا واضح للجميع، بس اليوم حتى تكون المحاضرة واضحة يعني التركيز، ليمتى استخدم أضيف لها أي وليمتى ما أضيف لها أي، يعني ليمتى استخدم الأفيو وليمتى استخدم الفيو، شو الفرق بيناتهم؟ وأيضا ونفس الكلام ينطبق على ليمتى استخدم الليتل يعني with أي وليمتى استخدم الليتل اللي هي without أي. هسه نجي نعطي مثال بصورة عامة. I have studied a few lectures about physics. A few يجي بعدها countable noun، وهنا يعني يجي بصيغة الجمع بالبلورال، lectures اجت بالجمع noun بالجمع، وايضا هذا يكون countable، لهذا الـ few يتاخذ countable nouns. ونفس الحالة لو استخدمت I هنا بالاكزامبل الثاني، I passed my chemistry test because I made very few mistakes. يعني بصورة عامة انه جاي يقول هنا الـ few تاخذ هسه بغض النظر سواء كانت هاي a few أو هاي ناجت very few، راح أوضحها بال إن شاء الله بالسلايدات القادمة. ال very few يعني يجي بعدها ال few دائما يجي بعدها ال countable noun، mistakes بالجمع يعني plural countable noun يجي دائما بعد ال few، يعني تستخدم ال few تستخدم ال countable، بينما يعني هنا بصورة الملاحظة هنا سواء كانت a few يعني with a a few and the few are used with the plural، plural يعني الجمع. Countable nouns. Countable المقصود به يعني القابل للجمع يعني المعدود. هنا المثال الثالث. I drink a little lemon juice every night. A little lemon juice. Lemon juice يعني incountable غير معدود. لهذا أخذت استخدم little. I drank very little water last night. Very little water. غير معدود incountable، يعني هنا little تأخذ تستخدم مع incountable noun. A little أو and يعني little are used with incountable nouns. يعني هنا بصورة عامة يعني بهذا السلايد بس أوضح الفرق بين ال few وال little، واحدة للcountable وواحدة للincountable. هسه هنا يعني using a few and a little يعني with a يعني الارتكل اي مضاف لهن. ناخذ مثال هنا. He has been here only 2 weeks but he has already made a few friends. A few friends. يعني هنا صار استخدام للا few. طبعا الا few هي يجي لازم بعدها البلورال كاونتبل ناون، فريندز هنا تكون هي بلورال كاونتبل ناون يعني قابله للجمع يعني معدوده. الملاحظة هنا الـ a few gives a positive idea يعني فشيء إيجابي. It indicates that something exists يعني فشيء موجود يعني بالحالة الإيجابية، يعني أنت هو من يمتلك friends يعني فشيء موجود بالنسبة له. He has been here for only 2 weeks but he has already made a few friends يعني فشيء إيجابي، يعني هو كان فترة قصيرة من أسبوعين قدر يحصل صداقة مع بعض يعني مع بعض الأشخاص، فهذا يعتبر شيء إيجابي. طالما positive أستخدم a few. هنا سنجي الـ positive idea بهذا المثال he has made some friends يعني فشيء إيجابي، لهذا السبب يصير استخدام للـ a few للـ a few. بينما لو نجي نطبقها على little I am very pleased. Pleased يعني جدا مسرور. I've been able to save a little money this month. A little money this month. طبعا هنا أنا little اللي بعدها يكون incountable اللي هي الماني. نفس الكلام بالضبط شو تكلمنا على الفيو راح نتكلم على little. A little يعني ويا الـ a gives a positive idea. نفس الكلام. It indicates يعني تشير أو تؤشر that something exists يعني حالة الوجود. Positive idea
بهذا المثال I am very pleased I've been able to save a little money this month. شنو البوزيتيف ايديا الموجودة؟ فأكيد هو saving money. I've saved some money instead of spending all of it. يعني saving money فشيء إيجابي يعتبر. والmoney incountable لهذا هي راح تأخذ little واللittle بالحالة الإيجابية يضاف لها الارتكل A يعني يضاف لها الارتكل A يعني letter A يصير a little. هسه هنا بهذا إنه استخدام إضافة الـ A بالحالة الإيجابية سواء كانت للفيو سواء كانت للليتل مع يعني مع ملاحظة إنه الفيو تأخذ الكاونتبل والليتل تأخذ إنكاونتبل تستخدم للإنكاونتبل. أتمنى تكون هاي هنا واضحة الفكرة مالت الفيو والليتل. هسه أنا نعطي أمثلة الفيو and the little without A. شوف شنو الفرق بيناتها يعني شو راح تكون إذا ذيك بوزيتيف هاي راح تكون نيجاتيف يعني خلينا نشوف هذا يعني هل بالرغم راح بالفعل تصير نيجاتيف ايديا تعطيني examples. I feel sorry for him he has few friends طالما هو من بداية صيغته يعني هسه I feel sorry for him يعني ما بيها بوزيتيف ايديا يعني هو يشعر بالحزن او التأسف لأجل شخص معين he has because هو عنده أصدقاء قليل من الأصدقاء if you تأخذ countable لهذا السبب صارت few friends يعني ليش ما استخدمت a few يعني من بداية المنطوق مات المثال الفقرة الأولى بالجملة I feel sorry for him يعني ما بيها positive فما ممكن استخدم a few هنا أنا a few without a gives a negative idea It indicates that something is largely absent. يعني بس يعني غير موجود. يعني أنا أسميه المصيغة السؤال هو يعني عنده قلة بالأصدقاء. يعني فالشيء largely absent. يعني absent غائب عن الوجود. هذا عكس إذا أضاف لها a few. يعني بتعطيني الصيغة الإيجابية. يعني فالشيء exists. يعني موجود. A negative idea هنا. He does not have many friends. هذا في شيء نيجاتيف وليس إيجابي وليس بوزيتيف لهذا السبب يكون استخدام للفيو بدلا من أفيو نفس الكلام هنا تقدر تطبقه على الليتل مع يعني أخذ بالاعتبار أنه الليتل تستخدم للإنكاونتبل يعني الغير معدود I have little money I don't have enough money to buy food for dinner ما بيها إيجابية ما بيها بوزيتيف يعني I don't have enough money to buy food for dinner يعني من الكلام يبين انه هذا نيجاتيف وليس بوزيتيف لهذا السبب ما ممكن استخدم a little money I have a little money ما ممكن فلهذا السبب تستخدم little يعني انا little without a gives a negative idea بالضبط نفس الكلام اللي تكلمنا عن الفيو it indicates that something is largely absent يعني هذا هو الفرق بين الفيو والأفيو little والألتل النيجاتيف ايديا هنا اللي موجودة I don't have much money sorry I don't have much money لهذا السبب استخدم little without a little نجي بعد عندي شيء واحد لو ردت استخدم ال very using very few and very little طبعا ما بيها أي سمين هي very few و very little أكيد negative negative يعني بيستخدم يعني strongly negative من نضيف ال very راح يكون strongly negative مو بس negative remark very few and very little are used to make the negative stronger يعني to emphasize the negative to make يعني تخلي الشيء يعني أكثر سلبية هسا مثلا I feel لو ردت I feel sorry for him He has very few friends. يعني سأنا بالمثال القبل بدون very. لربما عنده واحد يعني عنده قلة من الأصدقاء. Very few يعني كأنه ما قاعد ينفي. لربما ما عنده ولا صديق. A negative idea. He does not have many friends. He has almost no friends. Almost يعني تقريبا ولا صديق. Almost no friends. يعني لو تخلي negative stronger تضيف لها very. ونفس الكلام تقدر تطبقه على very little. I have very little money. I don't have enough money to buy food for dinner.
نفس المثال السابق بس ضبط له very حتى تخلي النيجاتيف سترونجر هنا. النيجاتيف ايديا اي دونت هاف ماتش ماني اي هاف almost no money. لربما ما عنده ولا يعني ولا no money. I have almost no money. يعني ما عنده ولا أي شيء من النقود هنا موجود. هذا كل اللي موجود بال few, a few, little, a little أو سواء ضفت لها very. من أضيف لها very يعني to make the negative stronger. هذا كل الفرق فيها اللي موجود. أتمنى تكون المحاضرة اليوم واضحة إنه هي بسيطة جدا ما فيها أي شيء. أنا هم راح أعطيكم exercise لربما two exercises خليها عندكم في يوم يومين وبعدين إن شاء الله أرسلكم الحل. وإذا عندكم شيء ما واضح أي استفسار تقدر تكتب لي على الكومنت مالت جوجل كلاس روم. شكرا جزيلا.